ما هي التصورات الموجودة حاليا لا على المستوى الدولي لا على المستوى الإفريقي لهذه الظاهرة ارتباطا بالمعاناة التي يعيشها القاصرون في مخيمات تندوف بسبب ممارسات البوليساريو؟ بالتأكيد الممارسات باتت مثار قلق ومثار اهتمام المجتمع الدولي سيما تلك الفعاليات المهتمة بحقوق الطفل وحتى بحقوق اللاجئين على افتراض على أنه دعاية البوليساريو والدعاية الانفصالية تسمي محتجزين بتوصيف لاجئين رغم غياب شروط تمتعهم بهذه الصفة على اعتبار احتجازهم ومصادرة حقوقهم المدنية والسياسية وحتى الحقوق المترتبة على وضعية اللجوء. وبالتالي بالفعل مثار قلق. لماذا؟ لأنه تداعيات هذه الظاهرة أيضا هي تداعيات خطيرة على الأمن وعلى السلم الدوليين. نحن نتحدث عن أجيال من قاطني مخيمات تندوف الذين يتم استغلالهم، يتم عزلهم عن أسرهم، يتم تلقينهم الخطابات الراديكالية المتطرفة والإيديولوجيات المتطرفة، يتم تلقينهم أيضا، يتم حظهم على العنف وتلقينهم خطاب الكراهية، وبالتالي يصيرون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار والاستغلال من طرف الجماعات المسلحة ومن طرف الخطابات الدينية المتطرفة. سيما نحن نتحدث عن منطقة منفتحة على بلدان الساحل والصحراء التي تشهد عديد الأزمات والتي يغيب في الكثير من ربوعها الأمن وتشهد انتشارا مهولا للجماعات المسلحة. وبالتالي الأرقام تتحدث عن آلاف، لا توجد في الأرقام دقيقة وإحصائيات دقيقة بسبب يعني نحن نتحدث عن معسكرات مغلقة. المخيمات هي بحقيقة الأمر عبارة عن معسكرات مغلقة محكومة بنظام الحزب الواحد بتفويض غير قانوني للسلطات الجزائرية لجماعة بوليساريو المسلحة. وبالتالي حتى الهيئات المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية وبالإغاثة الإنسانية ممنوعة من الاحتكاك ومن التواصل المباشر مع قاطني مخيمات تندوف من قبيل منظمة غوث اللاجئين والبرنامج العالمي للغذاء. هناك طبعا مطالب يتم التنصيص عليها حتى في قرارات مجلس الأمن في توصيات الأمين العام الأممي بضرورة إحصاء قاطني مخيمات تندوف لكنها تجابها بالرفض. أيضا الانشغالات، المطالب التي يعبر عنها سواء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المقررين الخاصين حول حالات الانتهاكات، الجزائر ترفض التجاوب معها بموجب ذلك التفويض غير قانوني لسلطاتها للبوليساريو. وبالتالي خطورة هذا الأمر يتمثل في أنه هناك أجيال تتربى على الدعاية الانفصالية الراديكالية، تتربى على الحظ على العنف، وبالتالي تصير غير مؤهلة يعني الاندماج في البيئات المدنية. هم لا يتلقون تعليما طبيعيا، لا حتى حالتهم النفسيه والمهارات فاقدين للمهارات الاندماج، وبالتالي يصيرون لقمه سائغه في يد جماعات متطرفه وفي يد الانشطه الغير قانونيه من قبيل التهريب، من قبيل سيما تلك الانشطه التي ترتبط بدعم وبخطوط امداد جماعات مسلحه من قبيل دعم من قبيل تهريب محروقات، متاجره في السلاح الذي مخازن البوليساريو، المتاجرة في المواد الإنسانية، المساعدة الإنسانية المنهوبة من مخيمات تندوف، وغير والمتاجرة حتى تهريب مخدرات وغيرها من الأنشطة الغير قانونية، اعتبار على أنها هي الأنشطة الوحيدة المتوفرة في ظل تنكر الجزائر لحقوق قاطني مخيمات تندوف، حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي غياب فرص الشغل أيضا. وبالتالي هذا الوضع ينتج مخاطر أمنية جمة تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في جنوب غرب الجزائر ومخيمة تندوف التي باتت تشهد الاصطدامات والانفلاتات الأمنية ويعني الاحتراب والاقتتال الداخلي، ولكن أيضا تنعكس على الوضع في الجوار الإقليمي للجزائر برمته، سيما في شمال مالي وفي بوركينا فاسو وفي عديد البلدان التي تشهد أزمات أمنية وسياسية.